وتنضم إلينا من موسكو الزميلة منى أبو دياب. في كل مرة تصل أسلحة نوعية أمريكية أو حتى غربية إلى كييف يأتي الرد الروسي السريع. عندما تحدث زاخاروفا بأن اليوم الولايات المتحدة والغرب تطيل أمد هذه المعارك وهي من تقود وتدير الحرب، كيف يمكن قراءة ذلك منى؟ نعم روبرت، كما ذكرت هو موقف متكرر روسي، دائما هناك اتهام روسي بأن الولايات المتحدة هي التي تقف وراء تأجيج كل هذه الأزمة وتفتعلها بقصد محاربة روسيا بشكل مباشر واستخدام الساحة الأوكرانية كورقة يتم استغلالها من قبل القيادة الأمريكية. فما صدر عن متحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا اليوم ركز بشكل أساسي على ملف تؤكد موسكو بأنها بصدد فتحه وإيصاله إلى التحقيق الدولي إلى طاولة مجلس الأمن، وكان هناك تركيز بشكل أساسي. أتحدث هنا الآن عن برنامج أسلحة البيولوجية التي تقول موسكو أنها الآن بحوزتها، أدلة وصفتها زاخاروفا بالصاعقة والصادمة، والتي تقول أن موسكو سوف تقوم بتجميع كل هذه الأدلة بهدف إيصالها إلى طاولة مجلس الأمن وتفعيل مادتين، المادة رقم 5 ورقم المادة 6 من اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، وهي المادتان التي تسمح وفق القانون الدولي بفتح تحقيق بحق أي دولة إن كان هناك أدلة تثبت تورطها بمثل هذه البرامج. من الأدلة التي ذكرتها زاخاروفا في مؤتمرها وتحدثت عنها بإسهاب، قالت وهو ملخص لكل الأدلة التي ألمحت إليها روسيا مرارا وتكرارا خلال الفترة الماضية، تحدثت عن 30 مختبرا بيولوجيا أوكرانيا وزعت على 14 مدينة أوكرانية، وقالت أن من كان يقوم بكل هذه البرامج هم أوكرانيون ولكن بمساعدة ودعم من خبراء بيولوجيين أمريكيين. قالت أن من كان هؤلاء الأمريكيون هم دبلوماسيون، كانوا يحملون الجوازات الدبلوماسية ولكنهم كانوا بالحقيقة منخرطون في تلك البرامج. تحدثت عن تطوير فيروسات كالسل، كالإنفلونزا، كالطاعون، كالجمرة الخبيثة. تحدثت عن برنامج لتطوير إنفلونزا الطيور قاتل بنسبة 50%، وتحدثت عن تجارب تم بحثها عن باستخدام الطيور المهاجرة التي سوف تقوم طيور مهاجرة بين أوروبا وروسيا بغرض نشر هذه الفيروس إنفلونزا الطيور القاتل. تحدثت عن برامج لتطوير السل وعن تجارب، هنا كان تركيز كبير عن في حوزة روسيا، أدل على استخدام تجارب تجارب في مستشفيات لأمراض نفسية. كل هذه الأدلة تقول زاخاروفا أن موسكو سوف تقوم بتفصيل عنها في المستقبل القريب والتطوير هذا الملف بشكل في المستقبل القريب. نعم روبرت، مباشرة من موسكو الزميلة منى أبو دياب وكل هذه المتابعة.